نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. مصدر من مركز طبرق الطبي يؤكد مقتل وجرح 13 عنصرا من ميليشيات الكرامة جرى الاشتباكات في درنة. دعوة دولية لإبقاء النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للرئيسي المقترح، والمؤسسة الموازية تعلن أن عائداته ستذهب لمركزي البيضاء. العثور على 3 جثث عليها أثر تعذيب في منطقة إجفارة جنوب سبراتة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل النشرة. أكد مصدر من مركز طبرق الطبي لنبأ وصول 6 قتلى وأكثر من 7 جرحى من ميليشيات الكرامة نتيجة الاشتباكات في درنة. وأوضح المصدر أنه بذلك يرتفع عدد قتلى الميليشيات خلال الأسبوعين الماضيين يتجاوز 90 قتيلا، إضافة لعشرات الجرحى بإصابات متفاوتة. إلى ذلك أفادت مصادر للنبأ بأن طائرات إماراتية دون طيار شنت الخميس 4 غارات على تمركزات لقوات حماية درنة قرب حي المغار وسط المدينة. وقالت المصادر إن الغارات تركزت في المنطقة المحيطة بمسجد الرشيد دون أن تكشف عن الأضرار المادية والبشرية التي خلفها القصف. في سياق ذي صلة، طالب عدد من جرحى ميليشيات الكرامة في اشتباكات درنة خليفة حفتر بوضع حد لمعاناتهم جراء إهمالهم وعدم توفير علاج لهم بمستشفى مكة في العاصمة المصرية القاهرة. مزري للغاية، وضع الجرحى زي ما تشوفوا فيه لعند الآن، لنا 4 أيام قاعدين لا 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 فيش دكتور جاء تفرج على حالاتنا، حتى في ناس تحتاج مضاد حيوي ما فيش حد جاء اسعافهم بالمضادات الحيويه. بالنسبه للمستشفى والله يقول لك حاجه، مستشفى جولف، او معنا العقيد حسين ادريس تفرج عليهم، ومعنا هم الجرحى. هذا عشانا البارح، هذا العشاء فرجوا الحمامات، شوفوا النظافه، يعني ما حمامات فضيحه بالكل، ما نحكيلكمش عليهم بالكل. وضع الجرحى مزري، هذه رساله منا نحن للقياده العامه، لغرفه عمليات الكرامه، لغرفه عمليات عمر المختار. المسؤولين اللي قاعدين هنايا هي وعود كاذبه، اتصلوا بهم ما يردوش علينا. هذا وحذر المفتي العام لليبيا الشيخ الصادق الغرياني عبر برنامج الاسلام والحياه الاربعاء من عاقبة خذلان أهل درنة، مؤكدا أن عواقبها ستكون وخيمة على كافة المدن الأخرى. في مدينة أخرى ويفعل بها مثل هذا العمل باسم مكافحة الإرهاب، ماذا ستقولون؟ أتوني بدليل واحد يقول إن هذا خاص بدرنة ولا خاص بنغازي. هذا والله يأتي على ليبيا كلها، إما الاستبداد والقهر والمذلة والخضوع وضياع الدين وضياع الحرمات وضياع الأموال وترك كل شيء وسلب كل شيء من أهل ليبيا، وإما الدمار. ونحن نرى هذا المشهد الآن لهذا المشروع الصهيوني الكبير، نراه ماثلا يمشي على رجليه، يمشي على رجليه، يعني هو برهان واضح وساطع. ودعا المفتي العام ليبيا المسؤولين إلى الكف عن الاستنجاد بالمجتمع الدولي، لأنه لا يسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية، بل يجب التحرك من قبل القيادات أنفسهم. الناس، يعني المجتمع الغربي والمجتمع الدولي، لا يسعون إلى حل لبلادكم، فعليكم أن تنتصروا لأنفسكم، أن تنتقموا لأنفسكم، أن تغضبوا لدينكم، أن تغضبوا لحرماتكم، أن تغضبوا لبلادكم. إلى متى تنتظرون؟ لو كان هؤلاء المسؤولون في مجلس الدولة ولا في الرئاسة ولا في البرلمان، لو كان منهم 10 ولا 20 ولا 30 أحرار، يعني غضبوا لدينهم وغضبوا لما يحصل من الجرحى. يعني الجرحى تعفن المجروحين ويتركونهم هكذا دون رعاية صحية، هذا لا يقر أحد، لا دين ولا خلق ولا قانون، لا وضعي ولا سماء، ولا يقر أحد.
وفي سياق متصل تتواصل انتهاكات ميليشيا الكرامة بحق المدنيين في درنا، حيث حذرت تقارير دولية من تصاعد وتيرة العنف التي تلقي بثقلها على الأهالي. 50,000 طفل وطفلة معرضون للخطر مع تصاعد النزاع في درنا، ملخص لما تضمنه تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة حذرت من تفاقم الأوضاع في المدينة وأعلنت أنها بصدد إرسال مساعدات إنسانية عاجلة تضمنت 1000 حقيبة مستلزمات نظافة أساسية يستفيد منها 5,000 شخص بما فيهم الأطفال، إضافة لما يزيد عن 40 حقيبة من الأدوات الترفيهية المصممة لدعم 450 طفلا في حالة الطوارئ. شحنة أخرى أعلنت اليونيسيف إرسالها للنازحين من المدينة إلى البيضاء وشحات ومرزم، تضمنت 1000 حقيبة أدوات ترفيهية للأطفال النازحين، من ضمنها مستلزمات نظافة شخصية وأدوات ترفيهية كمعدات للرسم وكرات لعب. جمعية الهلال الأحمر الليبي بدورها أعلنت إجلاءها ل 764 شخصا من بينهم 119 أسرة، كما انتشلت 35 جثة منذ بدء العدوان على المدينة. تقرير الجمعية أشار أيضا إلى تقديم إغاثة لقرابة 3,000 شخص، إضافة لتزويد أهالي المدينة بحوالي 40,000 لتر من المياه الصالحة للشرب وأخرى للاستخدام العادي، فضلا عن توفير كميات كبيرة من الخبز والخضار، إلى جانب إجراء كشوفات طبية لقرابة 1,000 شخص آخرين. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المجتمع الدولي سيحظر أي عملية تصدير النفط من قبل المؤسسة الموازية بالمنطقة الشرقية. صنع الله وفي تصريح لموقع بلومبرغ أضاف أن مؤسسة النفط بطرابلسية المخولة دون غيرها ببيع النفط في السوق العالمي، مؤكدا عزمه ملاحقة أي شركة تبرم وقودا مع المؤسسة الموازية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان الجهات الشرعية في ليبيا مطالبا بإشياء الكرامة بإعادة الموانئ النفطية للجهة المخولة بإدارته. قال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إن عائدات النفط الليبي لن تودغ في مصرف ليبيا المركزي إلا في حال تنصيب محمد الشكري المعين من مجلس النواب محافظا للمصرف. نحن على استعداد تام للتعامل، هذه الأموال ستصرف على كافة أنحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا وستودع في مصرف ليبيا المركزي تحت إشراف المحافظ الشرعي الممنوح الثقة له من قبل البرلمان الليبي السيد محمد شكري. نحن على استعداد للتعامل، أما غير ذلك الصديق الكبير هو سياسة أمر واقع، رجل مقال من 3 سنوات من البرلمان الليبي وحكومة الوفاق تتعامل معه. أي وفاق يتكلموا عليه إذا كان ثلث البلاد ما يملكوش السيطرة، أي وفاق يتكلموا عليه إذا كان السيد فايز الزراج لا يملك السيطرة داخل طرابلس. أعلن الاتحاد الأوروبي معارضة التصريحات التي تنادي ببيع النفط من المحطات الشرقية لشركات وكيانات غير رسمية خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط. وشددت المتحدث الرسمية باسم خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس على عمل بروكسل مع الدول الأعضاء لمواجهة أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا. وطلبت المتحدثة الرسمية ببقاء البنية التحتية للنفط والإنتاج والتصدير تحت السيطرة الحصرية لشركة نفط الشمال مع تحويل جميع عائدات النفط إلى البنك المركزي. واعتبرت التصريحات الأخيرة لآمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر غير مقبولة وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب بضرورة وحدة المؤسسات في ليبيا والحفاظ على حق المؤسسة الوطنية للنفط الحصري في تصدير النفط. وأعرب غوتيريش في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الأربعاء عن قلقه البالغ إثر التطورات الأخيرة بمنطقة الهلال النفطي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة التهدئة بمنطقة الهلال النفطي وعودة الموارد الطبيعية وإنتاج النفط تحت سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا. إلى ذلك قالت حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إن موارد الطاقة والمنشآت النفطية في ليبيا يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة وطنية للنفط الشرعية التابعة للمجلس الرئاسي. وطلبت الدول الأربعة في بيان مشترك جميع التشكيلات المسلحة بوقف عمل العنف والانسحاب الفوري للمنشآت النفطية دون أي شرط قبل حصول أضرار أكبر حسب البيان. وحذر البيان من أن أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، وأن المجتمع الدولي سيحمل أولئك الذين يفقوضون السلام المسؤولية كاملة عن ذلك وفق نص البيان. قال رئيس مؤسسة الوطنية للنفط الموازي في بنغازي فرج سعيد الحاسي إن المقر الرئيسي للمؤسسة هو بنغازي بحكم قوة الأمر الواقع والقانون بحسب تعبيره. الآن أصبحت المؤسسة بالحكم الواقع أن مقرها الرئيسي في بنغازي، الفرع الرئيسي عندها فرعين صادر فيها القرارات من الحكومة، فرع في طرابلس وفرع في بنغازي، فمؤسسة الموجودة في بنغازي مش مؤسسة لا هي موازية ولا هي مؤسسة غير شرعية، هي المؤسسة الفرع الرئيسي الموجود الأساسي تطبق القرارات السليمة، فصحيح القانون والقرارات أن المؤسسة الوطنية للنفط الفرع الرئيسي موجود في بنغازي عندها فرعين، فرع في طرابلس وفرع في سبعة. وأضاف الحاسي في مداخلة معنا بأن المؤسسة الموازية باعتبارها الجهة الشرعية ستسعى لبيع النفط في حال توفر مشترين، وفي حال تعذر ذلك فإن مؤسسات المجتمع المدني ستمنع تصديره وسيبقى تحت الأرض على حد وصفه. ونبيعه في نفطنا وعندنا السلعة وندور في مشتري، كان نحن تمكننا من بيع سلعتنا اللهم بارك، ما قدرنا نفطنا وقاعد تحت الأرض وما في حد يقدر ينزعنا يفرضنا علينا نطلب. وهذه فيه الهيئات المدنية المجتمع المدني والتجمعات المدنية قاعدة كلها الآن تطالب ومصبية وتهدد، وهي اللي حتوقف النفط مش نحن اللي نوقفوه، حيوقفوه الناس، حيوقفوه المواطنين. ذكر مصدر أمني بصبراتة أنه عثر على ثلاثة جثث عليها أثر تعذيب في منطقة جفارة جنوب المدينة. وقال المصدر في اتصال معنا بأن الجثث تعود لثلاثة شباب من مدينة العجلات، هم عبد الله الباري أبو الغيث وأحمد مفتاح أبو الغيث وأبو الغيث محمد بالغيث. وأوضح المصدر أنه بعد التواصل مع أهالي الضحايا تبين أنهم خطفوا خلال الأيام الماضية بمدينة صبراتة من قبل أفراد ينتمون لما يسمى بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، مضيفا أنه جرى قتلهم ودفنهم جنوب المدينة بسبب خلاف قديم مع قاتلهم حسب المصدر. أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة أبو القاسم قزيط أنه سيكون ضمن وفد من المدينة سيتوجه الأحد القادم إلى باريس بناء على دعوة من الرئاسة الفرنسية. وقال قزيط في اتصال معنا بأن الوفد سيناقش هناك اتفاق باريس والملفات السياسية العالقة في ليبيا. وأشار قزيط إلى أن الوفد مكون من أعضاء مجلس النواب عن مصراتة محمد الرعيد وفتحي باش آغا وسليم الفقي، إلى جانبه ممثلا للمدينة من مجلس الدولة وعضو المجلس البلدي مصراتة علي أبو ستة.
عقد في مصر الأربعاء لقاء جمع قادة عسكريين وسياسيين من المدينة مع ممثلين القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم لبحث طرق تطوير المؤسسة العسكرية والعملية السياسية. وقالت السفارة الأمريكية بليبيا في بيان لها إن وفد أفريكوم أكد خلال زيارته عمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حل الأزمة الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات. وأكد البيان معارضة أمريكا أي جهود تهدف للسيطرة على الأرض أو تغيير الوضع بالقوة بحسب نص البيان. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. الخبز أزمة قديمة متجددة تغوض مضجع السكان في طرابلس. بكم من جديد. أكد المدير العام للطيران المدني التونسي المكي الحبيب عزم خطوط بلاده الجوية استئناف تسيير رحلاتها إلى المطارات الليبية. واتفق الحبيب مع رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي محمد بيت المال في اجتماع لهما بالعاصمة التونسية الأربعاء على استكمال الترتيبات اللازمة لإعلان عنها رسميا خلال الأيام القادمة وفق حساب المصلحة بالفيسبوك. وكان فريق التدقيق على المطارات التونسي أجرى زيارة تقييمية الشهر الماضي إلى مطارات معيتيجا وبنينة ومصراتة للنظر في عودة الجسر الجوي بين البلدين. قالت منظمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن 54% فقط من سكان سرت عادوا إلى ديارهم بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة. وأضافت المنظمة بحسب تقرير مسح عدته في إطار إعادة إعمار المدينة أن الأهالي الذين بقوا في سرت لا يزالون مستمرين في إصلاح منازلهم والتنقل بين مناطق النزوح والمدينة. وبحسب التقرير فإن حوالي ثلث عدد سكان سرت يسكنون في أماكن تبعد أكثر من 6 كيلومترات عن مرافق الخدمات العامة الصالحة للاستخدام. في ملف الهجرة ناشد مهاجرون إرتريون الأمم المتحدة إعادتهم إلى دولة ثالثة غير إرتيريا والصومال وإثيوبيا إسوة بزملائهم الذين أعادتهم المفوضية الأممية. ونشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس فيديو يظهر فيه المهاجرون وهم يقولون أنهم موجودون بفرع طرابلس بطريق السكة منذ أكثر من 6 أشهر متهمين في السياق ذاته مفوضية الأمم المتحدة بالمحاباة في طريقة إعادة المهاجرين. هذا وتتواصل معاناة المهاجرين خلال رحلة الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا. يأتي ذلك وسط استمرار المفاوضات التي تشهدها القارة الأوروبية لحل ملف الهجرة في وقت تتصاعد فيه دعوات أحزاب يمينية لرفض تحمل أعباء المهاجرين وتحميل ليبيا ذلك. هكذا بدا بعد ساعات من إنقاذه من مصير مهلك، لكنه ربما يكون بهذا الحال أكثر حظاً من أولئك الذين سبقوه إلى الطريق نفسها، لكنهم لاقوا مصائر أشد سوءاً. سفينة لايفلاين تابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، والتي تقل أكثر من 230 مهاجراً أنقذوا قبالة سواحل ليبيا، أبت لليوم السادس على التوالي إلا أن تنتظر قرار السماح لها بالرسو في ميناء مالطا، بعد رفضها دعوة إيطالية بإرجاع المهاجرين وتسليمهم لحرس السواحل الليبي. المنظمة ردت على الدعوة الإيطالية ببيان عمق الخلاف الأوروبي في ملف الهجرة، اتهمت من خلاله بصريح العبارة دولا أوروبية كألمانيا وإيطاليا بتعطيل خطوة إنسانية، معتبرة هذه الدول تخالف بقراراتها اتفاقية جنيف التي تحظر الإرجاع القسري للمهاجرين واللاجئين للمناطق التي خرجوا منها. حادثة ليست الأولى في سجال إنقاذ المهاجرين، سبقتها أخرى مشابهة لسفينة الأكواريوس التي أنقذت أكثر من 630 مهاجرا منذ نحو أسبوعين
وظلت بدورها في عرض البحر لأيام إلى حين هدوء عاصفة التصريحات وقبول الحكومة الإسبانية في النهاية استقبالها. خلافات الدول الأوروبية قد تؤمن في الأخير مصالحها، لكنها لا تؤمن بلا شك مصالح هؤلاء المهاجرين، حسب منظمات إنسانية تتحدث يوما بعد يوم عن تفاقم أعداد المهاجرين المارين إلى أوروبا عبر ليبيا. وتشير إحصائيات لمنظمة الهجرة الدولية إلى تفاقم أعداد المهاجرين في سواحل ليبيا، ما صعب المهمة على المنظمات الإنسانية التي تعمل بالداخل الليبي على حل هذه المشكلة، بعد أن أدارت الدول الأوروبية ظهرها لهذا الملف الشائك وصارت تكتفي بإغلاق حدودها وموانيها. ما بين النهج الذي تنتهجه أوروبا في معالجة ملف الهجرة وبين دعوة بعض الأحزاب اليمينية داخلها للتمرد على الاتفاقات الدولية التي تلزمها بتحمل أعباء اللاجئين، يبقى السؤال حول ما إذا كانت ليبيا قادرة على لعب دور فاعل في التعامل مع أزمة الهجرة. نفت شركة البريغا لتسويق النفط أن يكون إغلاق المخابز ناتجا عن ارتفاع سعر بيع المحروقات عامة ووقود الديزل خاصة، وأكدت الشركة في بيان تحصلت النبأ على نسخة منه على أن شركة البريغا مستمرة في تزويد الطلبيات لشركات التوزيع حسب مخصصاتها بالتسعيرة المعهودة، مضيفا بأن ما يحدث بالمخابز رده إلى النقص الحاصل في السلع الإنتاجية للمخابز وليس التشغيليات من المحروقات. عقدت هذه الأيام مشكلة توفر الخبز بالعاصمة طرابلس من جديد، أزمة قديمة متجددة تبحث عن حلول جذرية تحول دون تفاقمها. كاميرا نبأ رصدت الأزمة وعادت بهذا التقرير، نتابع. أصبح مألوفا في معظم المخابز، مواطنون يتزاحمون للحصول على رغيف خبز لم يعد سلعة متاحة دائمة في ليبيا. أزمة الخبز المتكررة دفعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المقترحة إلى عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، منها نقابة الخبازين ومراقبي الاقتصاد بالبلديات وأصحاب المطاحن والمخابز بشأن الاتفاق حول عدة نقاط لحل أزمة نقص الخبز. اتفقنا في البداية أن إجمالي الإنتاج الإنتاج الدقيق حيخصص في أوزان 50 كيلو، الكميات هذه بالكامل توزيعها وتسليمها لأصحاب المخابز مباشرة تحت إشراف لجان شكلت لهذا الغرض، فالحرس البلدي ونقابة المخابز ومأموري ضبط القضايا بالبلدية. أسباب الأزمة هي ذاتها تتكرر كل عام مع عدم توريد القمح للمطاحن الذي أدى إلى ارتفاع سعر الخبز. وأمام هذا الوضع طالب جهاز صندوق موازنة الأسعار بفتح الاعتمادات حتى يتمكنوا من توفير السلع الأساسية كالدقيق وزيت الطهي ومعجون الطماطم والسكر لتخفيف جزء من معاناة المواطن الليبي. زوج اجتماعات سابقا وما صار شيء، طالبنا بطرف غيار، طالبنا بالخميرة، طالبنا بالتسعيرة، جميع ما طالبنا ما صار منه شيء في اللي فات، وتوا في الجديد مش عارفين شو اللي بيصير، خايفين منه يبقى كاين الخبر الأولي بيصير شيء، ولهذا إن شاء الله ربي اللي فيه الخير يجيبه. جهاز الحرس البلدي هو أحد الجهات التي لديها دور كبير في حل أزمة نقص الخبز وارتفاع سعر الدقيق، حيث قامت وزارة الاقتصاد والصناعة خلال اجتماعها بإعطاء عدة صلاحيات للجهاز للمساهمة في مراقبة الأسعار وضبط المخالفات. طبعا جهاز الحرس البلدي مسبقا في الشهرين هذوما رؤساء المراكز على مستوى طرابلس الكبرى هم اللي وافونا، لان رجل الحرس البلدي هو اللي في الشارع، هو اللي يعرف المخابز اللي تشتغل واللي تعطي في رغيف الخبز للمواطن، وافونا بالاسماء، وبقدره الله احنا بالاسماء هديه واللجان اللي مشكله بعد الاجتماع اليوم اللي تم الاتفاق عليه، ان احنا كجهاز حرس بلدي بنوافوهم بالمخابز اللي معناها تعطي للمواطن رغيف الخبز وانها فاتحه ابوابها وتخدم في المواطن. أزمة قديمة جديدة تطل برأسها بين الحين والآخر دون وجود خطة عمل واضحة من الجهات الحكومية لتفاديها، ليبقى المواطن الليبي يدفع ثمن غياب أبسط مقومات الحياة المعيشية. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها من عناوين.
مصدر من مركز طبرق الطبي يؤكد مقتل وجرح 13 عنصرا من ميليشيات الكرامة جرى للشبكات في درنة. دعوة دولية لإبقاء النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لرئيسي المقترح، والمؤسسة الموازية تعلن أن عائداته ستذهب لمركزي البيضاء. العثور على 3 جثث عليها أثار تعذيب في منطقة جفارة جنوب سبراتة. كما تابعتم أيضا، الخبز أزمة قديمة متجددة تخوض مضجع السكان في طرابلس. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.